عايزين زينب العسل وهي تنبدا الحكايه من الاول ويكون تقبل جيرون. كنت في المقهى، المقهى اللي في راس النهج، مقهى القدس. مش مشكلتي انا، مقهى وحدك؟ لا، مع الجماعه اصحابي. عندك قنبلة؟ ما عاد شيء، غيرت لي ام الكيف. غنمشي صبيحه هاي في الدور. ملك كيفاش قلت لي لازلك؟ قعدنا. ما عندكش كرسي؟ صدقني خممت، نفس كريسيو. هاي بزاف 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 ب